عندنا بقى نموذج جديد بنفخر بيه كلنا، بنت النادي الاهلي وبنت مصر ميار شريف، لاعبه التنس اللي وصلت للدور الرئيسي لاحدى بطولات الجراند سلام، وطبعا هي اول مصريه بتوصل لهذا الانجاز. ميار كان ليها تصريح يعني مؤخرا للموقع الرسمي للبطوله بتعرب من خلاله عن سعادتها بعد ما تلقت دعم من محمد صلاح نجمنا المحترف في ليفربول بعد ما دعمها، وقالت من اللطيف جدا ان اتلقى هذا الدعم من شخص مميز للغاية في مصر، ودعمه جعلني أشعر أن شخص مهم يتابعني، الحمد لله على ذلك. طبعا تعليقا على ذلك كان لازم يعني نأكد أن احنا كلنا الحقيقة يعني بنرفع دايما رأسنا لفوق من خلال ناس زي محمد صلاح، ناس زي ميار. طبعا عندنا نجوم كتير قوي، مش عايز ابتدي اقول لحضراتكم الاسماء عشان اكيد هننسى اسماء منهم لان هم كتير ما شاء الله، وخصوصا في الالعاب الفرديه والله وحتى الجماعيه، يعني اسمائهم بتنافس عالميا بكل قوه، مش عايزين ننسى اي حد. فعلا الرياضه المصريه بخير. انا بتفق معاك يا كريم، لازم فعلا نفخر بجميع ابطالنا، نساندهم كمان بكل قوه، وده اللي وصلت له ميار شريف. مش يعني نقدر نقول نتاج شهر ولا اتنين، لا ده نتيجه تعب جهد سواء كمان من اللاعبه او من النادي او كمان من الاتحاد اللي اكيد كان عنده يعني خطه موضوعه للعبه التنس ده بكل دقه يعني.